نحن لا نستطيع كتابة أقدارنا، ولكن حتما قادرين على كتابة قصص حياتنا مع كل التحديات والمنعطفات اللي نمر عليها في إطار حياتنا اليومية بشكل عام. هناك مجموعة من الأحداث الجميلة نوعا ما في أحيان كثيرة، ربما تكون مؤلمة في أحيان أخرى، وهناك ضيف ثقيل لا نرغب تماما بقدومه، فإما أن نمنعه أو إما أن نتعايش معه بشكل عام بشكل يوفر لنا حياة بجودة عالية. والمسؤول مسؤولية مباشرة عن وفاة 10 ملايين شخص حول العالم، أي بمعدل وفاة واحدة من كل 6 وفيات سببها السرطان. حلقتنا لهذا اليوم راح نتحدث فيها عن واحد من أهم الأنواع انتشارا في السلطنة، وهو سرطان القولون، وإيش وجه الاختلاف تحديدا من حيث التشخيص والعلاج في السلطنة مقارنة بدول العالم. حياكم الله. من خلال تعاملنا مع حالات سرطان القولون في السلطنة، لاحظنا اختلاف كبير جدا في المراحل العمرية اللي يصاب فيها المريض بهذا الورم الخبيث. صرنا نشوف مرضى صغار في السن وهم يصابوا بهذا الورم، وبالتالي لم يقتصر الورم اليوم على فئة كبار السن مثل ما كان معروف في مجتمعاتنا المحلية أو حتى الخليجية. زادت عوامل الخطورة مثل نمط الحياة المستقر، الأكل غير الصحي، أو عدم ممارسة الرياضة، أو السمنة بشكل عام للأسف. وللأسف الشديد في الجانب المقابل، يمكن في مرضى كثيرين لديهم الأعراض أو عوامل الخطورة ويوصلوا لنا في مراحل متقدمة، إما بسبب الضعف أو الجهل بالأعراض وعوامل الخطورة، أو بسبب الإهمال واللامبالاة، وبالتالي نوصل لنا أو يوصل لنا المريض في مراحل متقدمة يصعب من خلالها استئصال الورم، إما بسبب أن الورم أصبح غير مؤهل أو المريض غير مؤهل لدخول العملية الجراحية، أو بسبب أن الورم انتشر في باقي أجزاء الجسم. معظم حالات سرطان القولون والمستقيم تبدأ بمجموعة من الخلايا الصغيرة الحميدة على شكل زوائد يطلق عليها الزوائد اللحمية غير السرطانية، والتي تعتبر حميدة في نهاية التشخيص. تكون صغيرة نوعا ما على شكل حبة العنب، يكون داخل جسم الإنسان أو تتكون داخل جدار القولون والمستقيم، وتبدأ عادة ببطء شديد جدا، قد تنمو خلال من 5 إلى 10 سنوات، ولكن مع مرور الوقت تتحول أو يتحول بعض هذه الأورام لزوائد لحمية على شكل أورام سرطانية. وعلى سبيل الوقاية دائما ينصح للمريض أن يلجأ للفحص المبكر لمعرفة إمكانية وجود ورم سرطاني يمكن استئصاله، والتي ربما تلعب دور كبير جدا في استئصال واكتشاف الورم في وقت مبكر، منعا لحدوث أي أضرار جانبية أو ربما وصول الورم لمراحل متقدمة لا يمكن استئصاله فيما بعد. طبعاً سرطان القولون والمستقيم أصبح أحد السرطانات الأكثر شيوعاً في العالم وفي السلطنة. سابقاً هذا السرطان كان يحتل المرحلة يعني المرتبة الرابعة والخامسة، بس الحين على آخر إحصائية اللي هي عملناها في 2018 أصبح هذا السرطان يحتل المرتبة الثانية بعد سرطان الثدي. هذا السرطان أصبح يعني يؤرق الكثير من الأنظمة الصحية في مختلف دول العالم، لأنه صار ينتشر بشكل كبير. المشكلة كذلك أنه ينتشر مع الشباب اللي هم دون سن 50. في دراسة حدثت في أمريكا في 2017 وجدوا أن 10% من سرطانات القولون تصيب المرضى اللي هم دون سن 50، وكذلك الحال معانا في السلطنة في دول الخليج. طبعا لما تيجي إلى التشخيص هذا المرض، للأسف الشديد أن احنا 70% من المرضى يتم تشخيصهم في مرحلة متقدمة، وهي المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة. طبعا هذا مهم جدا، لأن مثل هذه المرضى يحتاجوا إلى تدخل جراحي، ومن ثم يتم إعطاهم علاج كيماوي على يعني فترات طويلة. بينما لو كانوا في المرحلة الأولى أو الثانية
تدخل جراحي، عملية شفائية، ومن ثم لا يحتاج أن يعطوا إلى يحول إلى العلاج الكيماوي. أيا تكن مشكلة السرطان، فالمشكلة دائما تبقى في وصول المريض لأول مرة للمستشفى. لذلك دائما ما نقول بأن وصول المريض للمستشفى لأول مرة يعتمد على المريض نفسه، لأن المريض قد يكون المعالج الأول لنفسه من خلال معرفة الأسباب وعوامل الخطورة. على سبيل المثال، أثناء متابعتنا لأحد الحالات في المستشفى واللي تم تشخيصها مؤخرا بمتلازمة السلائل المتعددة، كانت الخطة العلاجية تقتضي بإجراء عملية جراحية وقائية قبل وقوع المشكلة والإصابة بالسرطان. آخر التوصيات العلاجية والطبية والبروتوكولات العلاجية الموضوعة في مثل هذه الحالات، إلا أنه للأسف الشديد رفض إجراء العملية الجراحية، تغيب عنا لمدة طويلة جدا قد تصل لسنوات. وللأسف الشديد بعد سنة من تاريخ التشخيص تم تحويله لنا في المستشفى آخر، وهو يعاني من مشكلة سرطان القولون التي لا يمكن استئصالها في تلك الفترة. وبالتالي دائما ما نقول بأن وعي المريض يعتبر الخط العلاجي والدواء الأول لأي حالة علاجية وتشخيصية. معرفتك بعوامل الخطورة والأسباب قد تقيك الكثير من المشاكل الصحية، وقد تجنبك أيضا المضاعفات التي قد تنجأ من الحالة الصحية التي تمر بها. طبعاً إحنا لدينا سرطان القولون وسرطان المستقيم، وكلاهما لهم بروتوكولات مختلفة. سرطان القولون إذا كان في المرحلة الأولى والثانية يتم عمل العملية الجراحية، وبالتالي تكون عملية شفائية، خلاص ما يحتاج المريض إلى أي جرعات كيماوية بعد ذلك. في حالة إنها كانت المرحلة الثالثة أو الرابعة يتم عمل العملية الجراحية، ومن ثم تحويل هذا المريض لأخذ جرعات كيماوية عند زملائنا في الأورام. طبعا نفتخر احنا بالمستشفى السلطاني أن لدينا تقنية جديدة، وهي ضخ الكيماوي المسخن داخل بطن المريض، وهذا نستخدمها في المرضى المصابين بالمرحلة الرابعة من سرطان القولون. سابقا لما يكون المريض عنده انتشار لمرض القولون لسرطان القولون داخل البطن، داخل التجويف البطني، يتم خلاص تحويله إلى العلاج الكيماوي. حاليا يعني إذا وجدنا المريض لديه انتشار في التجويف البطني، نقوم باستئصال كل هذه الأورام العينية، ومن ثم نقوم بضخ كيماوي مسخن عن طريق جهاز متطور. وهذا الكيماوي المسخن بدوره يقضي على الخلايا السرطانية المجهرية التي تتبقى بعد العملية. لماذا يعني كيماوي مسخن؟ لأن هذه الخلايا السرطانية حساسة لدرجة الحرارة اللي هي ما بين 41 إلى 43. ولماذا نستخدم الجهاز؟ لأن يكون هناك تدوير بين التجويف البطني وبين الجهاز، وبالتالي يصل هذا الكيماوي لكل أجزاء التجويف البطني. طيب، لما نجي نتحدث عن أورام المستقيم، المستقيم طبعا هناك أربع مراحل. المرحلة الأولى ممكن نباشر بإجراء العملية الجراحية. المرحلة الثانية قد تكون مرحلة تبدأ بالعملية الجراحية ومن ثم العلاج الإشعاعي والكيماوي، أو علاج إشعاعي كيماوي ومن ثم العملية. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة والرابعة، دائما نعطي علاج إشعاعي مع علاج كيماوي، ومن ثم ننتظر لفترات قد تصل إلى 3 أشهر، ومن ثم نجري العملية الجراحية لمريض سرطان المستقيم. وذلك طبعا من أجل أن يعني نمنع رجوع الورم. حسب الدراسات توضح طبعا لما تعطي المريض علاج إشعاعي، بالتالي هذا يمنع رجوع الورم في هذه المرضى. وفي الختام مشاهدينا الكرام، سرطان القولون لا يسبب لك آلام في مراحله الأولى، وذلك لأنه لا توجد مستقبلات للألم في جدار القولون،
وبالتالي قد يمر فعليا دون ملاحظة. وعليه يجب عليك الالتزام كل الالتزام بالفحوصات الدورية ومعرفة عوامل الخطورة والتي قد تقيك من الإصابة بهذا المرض الخطير. نراكم على خير وإلى اللقاء.